عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن شيب بماء، وعلى يمينه أعرابي، وعلى يساره أبو بكر، فشرب وأعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. النبي الكريم يعطي أصحابه درسًا عظيمًا، هو درسٌ كبيرٌ للناس جميعًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مفاد هذا الدرس أن الهدي النبوي يتأدب به الصغير والكبير، والغني والفقير. ولذلك قدم النبي الكريم الرجل الذي عن يمينه على أبي بكر الصديق ليقول لهم: إن الخير كل الخير في العمل بهدي الرسول الكريم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وألهمنا رشدنا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.